فرح ننتقل لمساحة جديدة كمان ضمن أروقة فعاليات معرض الكتاب بدورته 31 وتحت عنوان الجزيرة الأخيرة، عنوان الكتاب اللي رح نحكي فيه. احتضن معرض مكتبة الأسد الوطنية الدولية للكتاب حفل توقيع كتاب الجزيرة الأخيرة لنحكي أكثر ونتوسع ضمن مساحتنا الصباحية عن الكتاب. ضيفنا اليوم المترجم عياد عيد، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عن جديد. اليوم عم نحكي عن موضوع جدا مهم، هي الترجمة بمشاركة من حضرتك بالجزيرة الأخيرة. بالبداية خلينا نتعرف أكثر عن مضمون الكتاب، عن أي لغة مترجم، ورح نحكي أكثر عن حركة الترجمة. الجزيرة الأخيرة هي رواية لكاتب روسي اسمه واسيلي تيشكوف أدايفسكي. مضمونها يدور حول قرية نائية في سيبيريا في أثناء الحرب العالمية الثانية. يصور معاناة هذه القرية. نعم. الحروب دائما وفي شتى العصور لها جانبين، جانب حار حامي عسكري، نعم، وجانب آخر بارد يصيب المدنيين. صحيح. حتى إن الإحصائيات تقول مثلا في الحرب الأهلية التي دارت في روسيا عام 1917 قضى فيها حوالي قرابة 7 ملايين شخص، مليونان فقط قتلوا في المعارك، أما 5 ملايين الأخرى فماتوا بسبب الجوع نعم، والأمراض مخلفات الحرب. وتدهور القطاع الصحي إلى ما هنالك. هذه الرواية تصور هذا الجانب الإنساني، قرية يرحل رجالها وشبابها إلى الحرب، تبقى النسوة والأطفال. نعم. النساء والأطفال يتصدون لأعمال الرجال في الزراعة وتقطيع الأخشاب وحماية الغابات. طفل عمره هو ميشكا، بطل الرواية، يبدأ ميشكا صيغة تصغير في اللغة الروسية، وننتهي هو ميشا ميخائيل، يعني ميخائيل. فصار راشد خلال 5 سنوات الحرب، هو يتصدى لحماية الغابة من اللصوص والمتعدين على مخترقي قوانين الغابة وقتل الحيوانات وإلى آخره، ويتعرض لمحاولات اغتيال لأنه يقف عثرة، هذا الطفل يقف عثرة في وجه اللصوص، وضمن إطار إنساني. بالنهاية لا يعود أحد من رجال القرية سوى 4 أشخاص وهم معاقون. والد الطفل ميشكا يعود ليوم واحد فقط ثم يموت لأنه جراح كان مسخن بالجراح. ويعني بتصوري أن هذه الرواية تقارب إلى حد ما الأوضاع. نعم. التي نعيشها نحن. يمكن هذا اللي كنت بدي نوه له، الجزيرة الأخيرة يمكن كانت أقرب للواقع، يمكن بتمثل مثل ما حكيت في حروب عنا، ولكن الأشخاص والمدنيين بتأثروا بهيدي الحروب أكيد، من مخلفات الحرب، من سوء أوضاع اقتصادية، من سوء أوضاع صحية. ولكن خلينا نحكي وقت ترجمتها لهيدي الرواية، يمكن أكيد كنت مستمتع فيها بترجمتها كونها بتلامس واقعنا كسوريين والحرب يلي عشناها. وخلينا نحكي شوي هيك، كان في متعة وتشويق مثل ما هي الرواية ممتعة ومشوقة. تجربة ترجمتها يعني صارت عبر فترة طويلة تماما، هي بالأساس كان اقتراح من الدكتور ثائر زين الدين مدير العام للهيئة العامة، نوجه له تحية أكيد. سوريا طبعا نوجه له تحية. و قرأت أنا فمباشرة لقيت أنه فعلا في جانب شيء يتحدث عنا حاليا. نعم. يعني كان في شوية صعوبات من حيث أنه في وصف للغابات والطيور وإلى آخره، وهذه إشكالية حقا. يعني مثلا بتلاقي بشعوب أخرى بيسموا كل نوع من الطيور باسم معين، فأنت بتطلعي أنه نوع من البط مثلا، بط في كذا انواع، فهي بتلاقي لها مقابل باللغه العربيه. وكذلك الاعشاب، كذلك يعني بط مثلا بالاسم الروسي شلون بنترجمه للعربي؟ يعني اوتكا مثلا تجيك، جوجل كمان نوع من البط، كذا لهم، يعني كل 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 نوع من البط له اسم معين. حلو. بالعربي كله بط تماما، نحن كله بط. فانت ما فيكي، بدك تحاولي دقة بالترجمة. وأحيانا مثلا والله قاعد على البحيرة فطارت البطة الفلانية، طارت البطة الفلانية، ما فيك تقولي بطة مثلا، بدك تسمي كل واحدة باسمها، مضطرة أنت. فكانت هي أحد أهم شو الصعوبات. عملت بهالحالة؟
اضطريت اني تقول بطة. اخترع لا ما في مستحيل يعني تفقد الروايه معنا. فكانت كثير هي يعني عثره في وجه الترجمه، ايضا الاعشاب، ايضا الطيور الاخرى والى اخره. خلينا نحكي شوي اليوم عن حركه الترجمه. استاذ، اليوم عم نشوف انه دائما الترجمه للغات العالم كل من لغات العالم كلها بتساهم بتبادل الثقافه، بتعرفنا يمكن على مو بس ثقافات، على عادات الشعوب الاخرى، وبنفس الوقت بتعرفهم على عادات وطبيعه الشعب السوري. اليوم كيف بنلاقي حركه الترجمه بسوريا؟ خلينا نحكي تحديدا بسوريا. كما كل شيء، حركة الترجمة أصيبت في هذه المرحلة بتراجع معين نتيجة الظروف. يعني دائما الخاسر الأول في أي حرب هو الثقافي والعملية الثقافية. طبعا الناس بحاجة إلى أكل، ما في الواحد يترجم هو جوعان، فلا تتصدر الأولويات. حلو. يعني نحن استمرينا في عملية الترجمة بالإضافة إلى مجهودات زملاء آخرين، استمرينا رغم كل الظروف، كنا نترجم يعني. صحيح. الهيئة العامة السورية للكتاب كان لها دور كبير في احتضان الأعمال ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة في ذلك الوقت. الآن بدأت الأمور تتحسن، بدأنا ننطلق، نلحظ الآن في جهد الهيئة العامة ودور النشر الأخرى خطط. نعم. خطط سنوية للترجمة. و طبعا مثل ما تفضلت الأخت فرح انه هي يعني نافذه للتواصل مع الشعوب والحضارات الاخرى. صحيح. يعني صحيح. فهذا التواصل ما زال مستمرا ونسعى الى تطويره والاستمرار فيه. صحيح. يعني خلينا نحكي ايضا واقع مرينا فيه، حرب 7 سنين 9 سنين، انا ما بعرف ليش متخيلة 7 سنين، مرقت بلمح البصر يعني، ولكن الحركة الثقافية كانت مستمرة. كنا عم نوقع كتب بعز أيام الحرب، بتذكر كنا نروح كأخبارية كنا ننزل على مكتبة الأسد ويوقعوا كتب أو على دار الأوبرا. فالحركة الثقافية هي ما وقفت، ولكن معرض الكتاب السنة له قلقه الخاص، كان يمكن شوي ارتحنا بأولى مرة تانية، تنفسنا الصعداء، وكان بطاقة تعريف، وكان كبطاقة تعريف لأيضا شباب جداد عم يبلشوا يكتبوا. لأي حد معرض الكتاب السنة كان له دور بأنه يعمل بطاقة تعريف لكتاب جداد، نحن كمان بنفتخر فيهم وبنوجه له تحية. المعرض بشكل عام ما قبل الأزمة وحتى الآن يعني هو تظاهرة ثقافية واجتماعية ذات أهمية كبرى في الحياة الثقافية بسوريا. يعني أنت مجمل نشاطك خلال العام عم تحطيه في ضمن 4 5 أيام وتعرضيه للمتلقي. أيضا ضمن المعرض تجري عملية تفاعل اجتماعي تماما بين صانع الكتاب ومتلقيه، شايف شو؟ ايه. فكتير هي ظاهرة صحية، ونحن صحيح نذكر ايضا بان الهيئة العامة للكتاب تقيم معارض على مدار السنة وفي شتى الاماكن، كلية الاداب، المعهد العالي، وفي اماكن اخرى يعني، وهي ايضا تنشط العملية الثقافية. طبعا هلا عم تشوفوا انه عم بمدح كثير بالهيئه، انا ما لي علاقه بالهيئه. لا لا لا، انا مجرد لا تفضل فيك تحكي واقع شاهد حقيقه، يعني لست موظفا هناك ولكن الشباب اصدقائنا وفعلا يشكرون على هذه الجهود التي تقدم. يعني المعارض مهمه جدا، يا ريت ما تكون سنويه، تكون مثلا نصف سنويه. نعم. او فصليه والى اخره. بتصوري انا هي ظاهره تظاهرة اجتماعية وثقافية تحرك الحياة الثقافية. نعم. نعم. مثل ما تفضلت وحكيت أستاذ، اليوم نتخيل يعني السنوات أوقات بيكونوا من العمل، أشهر طويلة من العمل، إن كان من الترجمة إن كان من التأليف، عم تجتمع كلياتها لحتى تتلخص يمكن بأسبوع بأيام قليلة لحتى يعرض الكاتب والمترجم مؤلفاته. اليوم مشاركتك بمعرض الكتاب شو بتقدم لك؟ إن كان من تعرف يمكن على الأجنحة الأخرى، يمكن كان في دول صديقة أجنبية وعربية أخرى، تم التبادل بيناتهم؟ يعني مشاركتهم هن بحد ذاتها دليل صحة، وأنه لا
نحن نلمس هذا الحقيقة مع زملائنا الكتاب والمترجمين في الدول العربية الأخرى وحتى في الدول الأجنبية يعني. نعم. نلمس هذا التعاطف وهذا الغضب على ما حل بنا لديهم في نفوسهم، الغضب حتى على سياسة، غضب طبعا صامت هيك على يمكن سياسة. غضب هو حزن أكثر من ما أنه هو غضب، كان أنه الشعب السوري ما بيستاهل، هو شعب مثقف أكيد. الشعب السوري هو شعب معجزي تماما، على الرغم من كل هذا هو المعجزة الحقيقية، لأنه ما تعرضنا له الحقيقة تعرضت له دول كثيرة يعني، من الاتحاد السوفيتي يعني. نعم. الآن نعم. إذا بتلاحظي بتلاقي نفس التكنولوجيا التي استخدمت في إسقاط الاتحاد السوفيتي تستخدم الآن، وطبيعة الهجوم على سوريا أو العدوان على سوريا. نعم. كان له جانب ثقافي أيضا. نعم. يعني الهجوم على المفاهيم الثقافية وعلى الحياة الثقافية لدينا، وكان أنا بتصور أنه كنا نحن ناجحين في صد هذا الهجوم الثقافي علينا، على مفاهيمنا، على حياتنا، على تصورنا للحياة، على صورة الحياة في أذهاننا. أرادوا أن يغيروا كل شيء، يجعلوا منا عبيدا، طائفيين، ما شئت، ولكن نحن أثبتنا أننا نحن كما نحن الشعب المعجزي. صحيح. الذي صمد. صحيح. والذي رد ما لم تستطع دول أخرى رده. صحيح. اليوم ككتاب يعني في قيمة، في دعم نفسي، في دعم معنوي لإقامة معرض الكتاب، دور 31 بظل ظروف ومراهنات كتير كبيرة، إنه مثل ما تفضلت وحكيت إنه الثقافة كانت مستهدفة بالدرجة الأولى، ومعرض الكتاب أقيم، وعم نشوف كنا زوار بأعداد لا يستهان فيه عم يزوروا المعرض واقتناء الكتب، شرائح عمرية مختلفة من الأطفال للشباب للكبار، يعني دائما عم بيكون في توجه لمعرض الكتاب. اليوم قد ايه فعلا هذا الشيء مهم بصد هي الضربات على سوريا، اولا الضربات الثقافية؟ دائما الحراك الثقافي اهم حتى من نتائج الحراك. يعني انت لحتى يبرز عندك كاتب عبقري، فأنت ممكن تعدي مئات السنين لحتى يطلع هذا الكاتب. صحيح. لكن شرط ظهور هذا الكاتب هو الحراك، الحركة الثقافية، التبادل الثقافي. لا، كثير ناس بيقولوا لك والله يا أختي هالكتب تافهة مثلا أو ما في، لا بالعكس، ولو كانت تافهة يعني لا ينتج كتاب عظيم، محاولات كمان، لا ينتج كتاب عظيم بدون حركة، بدون حياة. وهذه المعارض أو حتى المسابقات أو حتى أي شيء آخر هي عبارة عن حراك ثقافي، عن حياة ثقافية. صحيح. قد ينتج عنها شيء عظيم. نعم. وقد لا ينتج يعني. صحيح. ولكن مهم استمراره. أكيد مهم استمراره. يمكن نوهت لشغلة كتير مهمة، أنه معرض الكتاب أتاح للكاتب والمتلقي فرصة الحوار، ويمكن مو بس هيك، كمان لعدة كتاب يتقوا مع بعض ويتبادلوا آراء بعض، وخلقت جو من النقد البناء، ممكن يكون مشدود المتلقي أو القارئ ليقرأ هذا الكتاب، يقرأه ويرجع يقول له لاحظت فيه هيك شيء، هذا كتير حلو. ممكن يتجاوز الكاتب بعض الثغرات بما يعني بما يتناسب ويتلائم مع القراء. خلينا نحكي لأي درجة أتاح معرض الكتاب أنه يكون في تبادل ثقافات بغض النظر إذا كانت مختلفة؟ معرض الكتاب ترافق بالعديد من الندوات الحوارية حول شتى القضايا، يعني كان فعلا حياة ثقافية عامرة يعني. بس حابب، بس انا عندي راي شوي متطرف بمساله النقد يعني. تفضل. شلون؟ تفضل. ايه؟ انا ضد النقد البناء. حتى البناء الشباب كلهم. طيب عاد احدى صديقاتي كاتبه اعترضت، فانا موجود. لا، نحن بنحكي عن نقد البناء. يعني ما بتصور انه ما، هذا راي خاص، رأي خاص لا افرضه على احد يعني. شايف شو؟ ولا انتقد احد انا على فكره يعني، لا بقول له لا يعني. كيف انا وصلت لقناعه، عرفتي كيف؟ انه حياتنا هيك نحن، العمل الإبداعي هو إذا استطاع الكاتب نفسه أن يستفيد خلال حياته، من خلال مسيرته، من خلال إيه، هذا أوكي كويس يعني. ولكن المردود بحسه أنا ضعيف جدا حول هالقضية، فاجأتكم ما هي؟ نعم. نعم. سأل إحدى صديقاتي بكاتبة روسية. نعم. تفضل. فعم تحكي معي بتقلي أنا أصدرت كتاب وفيه الكثير من الأخطاء، وأحاول العمل على تصحيح هذه الأخطاء. فقلت له لا، تركية الأخطاء هي حالة نابعة من الحياة أيضا، كلنا خطاؤون، فتركية الأخطاء أحيانا بتكون جميلة. نعم. يعني ليست
نعم، هي اختلاف بوجهات النظر. البعض يمكن بيدور على التعليقات والانتقادات، البعض بيدور على الدعم، البعض الآخر يمكن ما بيهمه تعليقات أو صحيح. دعم أو انتقاد. هذا نتاج عملي، هذا تفكيري، هي موهبتي كلها تلخصت بكتاب واحد. اليوم إذا بدنا نحكي بشكل عام مع اختلاف هي الآراء، الكاتب السوري قد إيه له دور يمكن من خلال إنجازه الأدبي لما بيترجم للغات تانية، لما أي شخص ممكن أعماله للخارج يمكن بتلخيص حالة الحرب يلي عم بتعيشها سوريا، مثل ما شفنا بهذا الكتاب في تلخيص للحرب، وأيضا عنا حرب قذرة على سوريا. قد ايه مهم هذا الشيء؟ الحقيقة مهم جدا، ولكن هي الحركة مقطوعة أو شبه مقطوعة، يعني ما بعرف إذا تترجم شيء نعم. للخارج. هي مسؤوليتنا نعم. أن نذهب إلى اللغة التي نريد. يعني انا مثلا الادب الروسي كيف نحن بلشنا نترجمه؟ كان الاتحاد السوفيتي هو الذي نعم. يدعم عمليه ترجمه ادبه. فنحن لحتى نترجم ادبنا للروسيه فرضا، المفروض نحن نذهب الى المتكلمين بالعربيه، المترجمين الروس من أكيد. العربيه، ودعمهم ووضع اطار خطه معينه. نعم. نعم. يعني فرح مثل ما حكيتي، دائما الحركة الثقافية بتحتاج لتفاعل كتير كبير بين الكاتب والقراء، وما بنقدر نحن نخفي الشمس وراء إصبع، وخاصة فعالياتنا الثقافية بأوجها، والدليل أنه كانت وما زالت مستمرة. معرض الكتاب السنة كيف لقيت الإقبال فيه أستاذ عياد؟ الإقبال يعني الحقيقة أنا ما كنت راصد هاي، ولكن في فترة حضوري أنا للمعرض يعني كان الإقبال مقبول جدا، يعني في حركة، في ناس، في يعني بتحسي أنه من شتى الأعمار نعم عم بيجوا، وهي عملية يعني عملية فيك تحسي انه نوع من الترفيه المفيد. نعم. يعني انك تزوري تمام. معرض عشان يعني تطلعي على شيء انت ممكن انت قاعدة بالبيت ما تشوفيه، حتى هي التقارير التي هي لا يمكن ان تحل محل التفاعل، مثلا تمسكي الكتاب بايدك او تطلعي تشوفي عنوان. وعلى فكرة نعم زائري المعارض، زائرو نعم. المعارض لا يستحيل إلا أن يلفت انتباههم ولو عنوان وحيد. صحيح، يمكن مثل ما حكيت حضرتك معرض الكتاب أتاح للكثير من عشاق الكتب أنهم يشوفوا هي المجموعة يمكن الكبيرة. بدنا نتشكر كثير وجودك معنا، بدنا نتمنى لك التوفيق سواء بهيدا الرواية أو بروايات أخرى حابب الترجمة. كل الشكر لوجودك معنا، نورت صباحنا وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير لكم. شكرا لك مرة.